عشاق الحساب الذهني او العداد الصيني او العداد الدوسي ماس. عندنا منتج رائع النهارده بس جوه الكرتونه دي. يا ترى الكرتونه دي فيها ايه؟ تعالوا نفتحها ونشوف بس بعد الفاصل. انطلق باطفالك نحو مستقبل افضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الابناء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاك ميس نهله خالد وميس زينب محسن، وانا جايه اشوف الكرتونه دي فيها ايه. حلقتنا دي برعايه مناهج الطفل العبقري اللي بنقدم فيها من اروع واجمل المنتجات اللي بتساعد على تاسيس الطفل وهتساعد جدا في رياض الاطفال. والنهارده معانا منتج رائع وجميل جدا موجود في الكرتونه دي، خلينا نفتحها ونشوف فيها ايه. طب يا ترى الكرتونه دي فيها ايه؟ تعالوا نشوف. طلعت العداد اللوسي ماس. ميس نهلة عايزين نشوف الالوان ايه. هوريك الالوان معانا. معانا اللون الاخضر، جميل، اللون البرتقاني، والوان كتيره جدا هنا، وهتساعد الطفل على ان هو يتعلم ويبقى فرحان ان هو بيتعلم منها. الخامة يا ميس عاملة ايه؟ لان احنا بنتعامل مع قرود مش مع اطفال، والحديد معايا ما بيستحملش. منتجنا النهارده خامته جديده جدا وما بيكسرش، صنع بلدنا ما بيكسرش. هترمي العداد على الارض هيرد ويرجع لك تاني. انا ممكن ارميه؟ اشوف واحد لو سمحتي. يعني انا شايفه ان هو حاجه حلوه ومنتج حلو، هو مش بيكسر عادي يعني، والوانه حلوه وعجبني الصراحه. وبالنسبه للالوان يا ميس نهله، الالوان كتيره معانا متعدده، تعالوا نتعرف عليها من خلال المنتج الموجود في الكرتونه. وكل كرتونه هتوصل لكم، اي حد هيطلبها هتبقى فيها الوان متعدده عشان تنوعوا مع الاطفال ويحبوا يستخدموها. بالنسبه للخرز يا ميس، الخرز عندنا روعه، هتلاقي كل عمود بلون محدد، الاحاد بلون والمئات والعشرات بلون والمئات بلون والالف بلون. حلو جدا، انا كنت فاكره ان في حاجه زي كده في الكتاب بس ما كناش بنقدر نمسكها، فهي حاجه كويسه ان هي طلعت لنا، ومنتج كويس جدا اللي هو هيبقى عملي مع الاطفال. طب ممكن اعرف يا ميس نهله انا هحصل عليه ازاي؟ ممكن جدا تحصلي عليهم من خلال مكتبه الطفل العبقري، بالتواصل على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه، او من خلال لينك اليوتيوب او الفيسبوك الظاهر امامكم. وعشان تتاكدي من المنتجات بتاعتنا هتلاقي ان مكتوب عليها بالحفر ان هي من اعداد الطفل العبقري وصنع في مصر، وهتلاقي رقم التليفون موجود كمان تحت. ممكن اشوف؟ اتفضلي. فعلا زي ما ميس نهله قالت، وده كلام موثوق، وما تجيبوش اي حاجه من غير منتجات الطفل العبقري الا ما يكون مكتوب عليها زي العداد كده. وطبعا هو المنتج عجبني، ويا ريت يعني تجربوه، اللي هو احنا مش بنجبركم على حاجه، ولكن بنقول لكم ان المنتجات حلوه ممكن تجربوها. ونشوفكم في حلقه جديده وابداع جديد ومنتج جديد من منتجات الطفل العبقري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الطفل العبقري هدفنا جيل واعي، وشعارنا خير البناء بناء الابناء.